لا تعكس هذه المشاهد الطبيعيه في جنوب لبنان حجم التوتر الاقليمي كل شيء هادئ هنا لولا هدير الطائرات الاسرائيليه التي تخرق السماء مراقبه متنصته دوريات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تجوب الخط الازرق الفاصل لا ظهور عسكري للمقاومين من حزب الله لكن التجربه اكدت دائما انهم فوق الارض وتحتها الساعة الثامنة من صباح الرابع عشر من أغسطس عام 2006 توقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في حرب مفصلية دامت ثلاثة يوما. في اليوم التالي انصرف الطرفان لاستخلاص الدروس والتحضير على الأرجح لجولة ثانية شاملة، لكن هذه المرة بواقع استراتيجي مختلف. كثفت إسرائيل من مناوراتها العسكرية. وطورت منظوماتها الهجوميه والدفاعيه بمساعده امريكيه مباشره ادعت ردعها لاعدائها دون القدره على وقف تسلحهم تنقل مؤشر هواجسها بين النووي الايراني وخطر الصواريخ اللبنانيه وشبهه سلاح كاسر للتوازن قادم من سوريا في المقابل زاد حزب الله ترسانته العسكريه من الصواريخ البعيده المدى والقذائف المضاده للدروع وصواريخ ارض جو كما ادخل الالاف من المقاتلين في عديد قواته. انخرط في حكومه الوحده اللبنانيه وشارك بحوار وطني حول استراتيجيه لبنان الدفاعيه. شرقا تبدو سوريا على طريق الخروج من عزله المحكمه الدوليه الخاصه بلبنان. عاد الغرب حذرا لدمشق طالبا العون في ملفات المنطقه الساخنه. في وقت شددت فيه سوريا على تحالفها الاستراتيجي مع ايران. وعلى التزامها دعم قوى المقاومه. في مياه الخليج، بدت مناورات ايران اكثر حضورا وتحديا للغرب واسرائيل. مع خطاب سياسي ما فتئ يؤكد استمرار البرنامج النووي ذي الاهداف السلميه. اجمعت التحاليل العسكريه والاستراتيجيه على نتيجه واحده. ان اي عقوبات ضد ايران لن توقف مشروعها النووي وان فرضيه ضربه عسكريه اسرائيليه للمنشات النوويه الايرانيه سوف تفجر الشرق الاوسط بالكامل على المجتمع الدولي ان يعرف انه خلال سنتين اذا توصلت ايران الى امتلاك القنبله النوويه فلن توقفها اي عقوبات إذا قررت إسرائيل إرسال المقاتلات لتدمير المشروع النووي الإيراني ربما حينها تتدهور المنطقة كلها لتفجر عسكري شامل لا مجال الآن لعملية عسكرية محدودة الوضع الإقليمي كل الأزمات متراكبة وكل الأزمات ناضجة بحد ذاتها وقابلة للانفجار يجب ان نذكر انه لا يمكننا القيام بضربه دون موافقه امريكا او على الاقل ان تغض النظر عن ذلك لو شعرت اسرائيل انها يجب ان تقوم بعمل ضد ايران لحمايه وجودها لا اعتقد انها ستنتظر ضوء اخضر من احد الجيش الاسرائيلي لديه القدرة على شن عملية كبيرة ضد ايران ستحدث بعض الضرر للمشروع النووي الايراني وليس تدميره. نحن في الولايات المتحدة لدينا القدرة على تدمير هذا المشروع بالكامل بينما التدمير الاسرائيلي يمكن ترميمه. ربما الامكانيات العسكرية الغربية والامريكية بالتحديد تفوق الامكانيات الايرانيه، لكن هناك عاملين المفاجاه والاوراق المتعدده المؤثره على التواجد الغربي في المنطقه بالاضافه الى ايجاد نوع من الاضطراب في الداخل الامريكي وفي الداخل الصهيوني. اسرائيل حاليا تشك تشك وفقا لمظاهر كثيره انه ربما الطرف الامريكي سيقبل في النهايه بايران نوويه. غير أن الواقع الاستراتيجي وعامل الوقت في نظر البعض لم يعود في صالح إسرائيل لشن ضربة استباقية ضد إيران غير أن الترسانة العسكرية والأمنية الإسرائيلية متأهبة لذريعة أخرى قد تشعل حربا مستقبلية في المنطقة I would say that... اقول ان احد السيناريوهات الممكنه ولا ارجح ذلك هو انتقام نوعي لحزب الله على الاتهام المزعوم باغتيال عماد مغنيه وان يكون الانتقام خارج حدود اسرائيل ولبنان ربما تقرر اسرائيل الذهاب الى حرب جديده مع حزب الله ومع لبنان دائرة حرب 2006 يجب ان تقفل وهي حرب انتهت بنصر لحزب الله وافراد الجيش الاسرائيلي يريدون تلقين حزب الله درسا الواضح ان اسرائيل تعتمد دائما على قوة الردع قوة الردع اهتزت في عدوان تموز سنة 2006 فاصبحت بحاجة الى ان ترمم هذه القوة اعتمدت على اساليب متعدده لترميمها. الاسلوب الاول هو الاكثار من المناورات العسكريه. والاسلوب الثاني هو التهديد بدخول فرق بريه الى لبنان. والاسلوب الثالث هو تهديد الحكومه اللبنانيه والبنى التحتيه. والاسلوب الرابع التهويل بالحرب ردا على عمليه انتقاميه للشهيد عماد مغني. في حال تم اغتيال مسؤول اسرائيلي سوف نشهد ربما حربا بين البلدين ويجب ان يكون الشيخ حسن نصر الله متنبها لذلك. قد يلصق يعني عمليه امنيه بحزب الله وبالتالي هو سيكون اختيار التوقيت وربما المكان سيعول عليه من قبل الطرف الاسرائيلي اكثر. اسرائيل لا تحتاج الى دوائر يقدمها لها احد. وإذا كانت بحاجة إلى ذويعة فهي قادرة أن تصنع الذويعة ما نريده هو ثأر بمستوى عماد مغنية هذا هو الذي نبحث عنه لم تكتفي إسرائيل بأن ثأرا نوعيا للقائد العسكري عماد مغنية ستكون عواقبه مدمرة على لبنان بل أضافت ذريعة أخرى وهي أن امتلاك حزب الله لسلاح كاسر للتوازن هو خط أحمر يتطلب ردا عسكريا حاسما في الثالث عشر من نيسان أبريل عام 2010 نشرت صحيفة الرأي العام الكويتية عنوانا مثيرا أزمة سكود تنذر بحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله هللت إسرائيل لهذا الخبر الذريعة وتعاملت مع الأزمة على أن الصواريخ وصلت لا محالة إلى حزب الله وهدد احد مسؤوليها بإعاده سوريا الى العصر الحجري ان استخدم حزب الله صواريخا بالستيه ضد اسرائيل. رغم عدم تأكد الامريكيين من صحه المعلومات، سارعت واشنطن الى تبني الراي الاسرائيلي ايضا وتهديد دمشق بان كل الخيارات مطروحه ان لم تتراجع سوريا عن قرار ارسال الصواريخ. في المقابل نفت سوريا كل مزاعم نقل الصواريخ، واعتبرت الامر ذريعه لشن حرب اسرائيليه. حزب الله اصبح لديه ترسانه من الصواريخ اكثر من معظم دول العالم. الحصول على منظومات اسلحه وصواريخ كاسره للتوازن يعتبر تهديدا لاستقرار المنطقه. نحن لا نقبل ان يناقشنا احد في هذا العالم بحقنا ان نمتلك اي سلاح، اي سلاح شو بيخطر ببالكم وببالهم ان نمتلك اي سلاح هو حقنا الشرعي والقانوني والاخلاقي والانساني لم تثبت صحه المعلومات الاستخباراتيه الاسرائيليه لكن الثابت ان العلاقات السوريه الامريكيه اهتزت من جديد وان سياسه حافه الهاويه عادت الى الواجهه. عائله صواريخ سكاد سوفيتيه المنشا وتتالف من سكاد اي وبي ويصل مداها الى 300 كيلومتر، سكاد سي ويصل مداها حتى 550 كيلومترا، سكاد دي ويصل مداه حتى 700 كيلومتر. مع هامش خطا لا يتجاوز 20 مترا وقدره تدميريه للمباني الضخمه فصول حكايه صواريخ سكاد بدات تنسج خيوطها منذ صيف العام 2009 عندما سربت المخابرات الاسرائيليه معلومات عن رصدها عناصر من حزب الله قالت انهم يتدربون على صواريخ ارض جو وصواريخ بعيده المدى داخل الاراضي السوريه في يناير 2010 سربت معلومات استخباراتيه جديده عن نشر حزب الله لصواريخ من طراز فاتح 110 بعيده المدى قادمه من سوريا رفعت اسرائيل لهجه تهديداتها لسوريا وحزب الله وبدات رسائل الموفدين الغربيين تصل الى دمشق منذره بحرب اسرائيليه وشيكه وصلت لغه التهديد بوزير الخارجيه الاسرائيلي افيكدور ليبرمان الى التلويح باسقاط نظام عائله الاسد إن استمرت سوريا بتسليح حزب الله، سوريا تفهم أكثر من حزب الله بأن إسرائيل لديها الإمكانيّة الكبيرة لتدمير النظام في دمشق، وأنا لست متأكدا بأن الرئيس الأسد يريد المخاطرة بسلطته ونظامه وأدوات سيطرته على النظام بالذهاب في مواجهة عسكرية مع إسرائيل. لم ينفي أحد نشر صواريخ الفاتح 110. لكن الرد السوري جاء حازما على لسان وزير الخارجيه وليد المعلم. اسرائيل تزرع مناخ الحرب في المنطقه، وانا اقول لهم كفى لعب دور الزعران في هذه المنطقه، لا تختبروا ايها الاسرائيليون عزم سوريا، تعلمون ان الحرب في هذا الوقت سوف تنتقل الى مدنكم. الرد السوري المباشر جاء بناء على تقارير استخباراتيه بان اسرائيل كانت تحضر لضربه عسكريه ضد قافله محمله بشحنه صواريخ قادمه عبر الاراضي السوريه نحو الحدود اللبنانيه. اخر عمليه اسرائيليه ضد قوافل اسلحه قادمه من سوريا الى لبنان كانت خلال حرب 2006. سبب عدم تحرك اسرائيل هو لانها لا تريد ان تتورط بعمل في هذه المرحله على الاقل يؤدي الى نزاع. لم تنفذ اسرائيل عمليه قصف قافله الصواريخ لان نتائجها لم تكن مضمونه حسب تقارير المخابرات العسكريه الاسرائيليه. في السادس عشر من شباط فبراير عام 2010 جاء رد مباشر من امين عام حزب الله على مساله الصواريخ الكاسره للتوازن التي يخشاها الاسرائيليون. بأن المقاومة في لبنان ستسعى للحصول على ما تراه مناسبا من سلاح، إن لم تكن قد حصلت عليه أصلا. وقعت إسرائيل في فوضى المعلومات، هل السلاح الكاسر للتوازن هو صواريخ مضادة للطائرات أم صواريخ بعيدة المدى؟ لم يكد صدى تهديدات نصر الله يصل إلى تل أبيب حتى تلتها رسالة مباشرة من دمشق. صوره ثلاثيه الابعاد تجمع الرئيسين السوري والايراني وامين عام حزب الله. الصوره بحد ذاتها تقول للعالم لا يمكنكم ان تفصلوا بين دول الممانعه والمقاومه وسيكون التصدي حازما وقويا وشجاعا في آن معا ولن يتوقف اي فريق من الافرقاء الثلاثه. عند الاعتبارات الشكليه والدبلوماسيه والدوليه انما هناك كرامه لهذه المنطقه لا يمكن ان تسترد الا بالوحده. يبدو انه انتهت فكره الحروب الحاسمه او فكره النهايات الحاسمه وبالتالي عندما يجتمع هؤلاء الثلاثه هم يرمزون الى الشرق الاوسط الذي تغير. كلام العميد الركن صفوه الزيات يناقضه تماما رونان بيرجمان. محلل الشؤون العسكريه في صحيفه يدعوت احرانوت الاسرائيليه. يقلل بيرغمان من اهميه الصوره الدمشقيه والتحالف الاستراتيجي بين سوريا وايران. وللمصادفه فهو يحتفظ في مكتبته بهديه تذكاريه احضرها حسب قوله صديق له في بيروت. شعار حزب الله وصوره امينه العام. رغم كل الكلام الاخوي والزيارات والقبولات والموائد الطويله المليئه بالسلطات المتوسطيه التي تشاركوا فيها في دمشق ورغم الدعم الاقتصادي الهائل الذي تقدمه ايران الى سوريا وعلاقتهما الحميمه فانا لست متاكدا بانه اذا ضربت ايران فان سوريا ستتكلف عن التدخل الون بن ديفيد كبير المحللين العسكريين في القناه العاشره الاسرائيليه لا يخفي نيه اسرائيل تفكيك المحور المعادي عندما تنظر الى صوره هؤلاء القاده اعتقد ان سوريا اخطات بانضمامها لهذا المحور تصور الشرق الاوسط دون ان تكون سوريا جزءا من هذا المحور الراديكالي ستجد تغييرا في حزب الله وحماس وحتى ايران اعتقد ان اسرائيل لها مصلحه كبرى باخراج سوريا من هذه المعادله لكن مصلحه سوريا الاستراتيجيه ليست كذلك بالنسبه الى الدكتور سمير التقي مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات في دمشق لا مجال لفك الارتباط بين سوريا وايران لان هذه هي المنطقه من نسيج واحد ايران ليست دوله فرضت على المنطقه من خارجها ولا احد يستطيع ان يطلب من سوريا ان تفك علاقاتها وتفكك علاقاتها لكي تصبح حليفه لاسرائيل يعني المحلل العسكري الايراني امير موسوي يرى ان اي حرب لن تكون الا شامله انا اعتقد ان الخطه واضحه ولا تحتاج الى يعني حديث جديد وانما وضعت لساعه الصفر، عندما يتم الاعتداء من قبل الكيان الصهيوني الاستراتيجيه ستكون فعاله في نفس اللحظه التي يبدا العدوان ضد ايران او سوريا او لبنان او فلسطين. العقبه الاساسيه امام اسرائيل ان يكون هذا الهدف كبير غزه، جنوب لبنان، سوريا وبالتالي ايران لانه اللعبه كثير كبيره. اللهم اذا ارادت اسرائيل ان كما يقول كيسنجر انه اذا كانت مشكلتك كبيره فقسمها وعالجها بالمفرق كما يقال بالعاميه اسرائيل لن تستطيع استفراد جبهه معينه لانه كما ذكرت هذه القوه اصبحت تشعر ان انها كلها مهدده وان استهداف طرف منها اذا ترك منفردا وتعرض للهزيمه ستنعكس هذه الهزيمه على كل المحور خلاصه التحاليل العسكريه اجمعت على ان خيارات اسرائيل الحربيه اصبحت محدوده وان بامكانها ان تشن حربا لكنها لن تستطيع حسمها بعض الاستراتيجيين الاسرائيليين يرون بان اسرائيل لن تستطيع التعايش لوقت طويل مع التهديد الوجودي القادم من ايران والتهديد الاستراتيجي الصاروخي شمالا اي من لبنان وسوريا وخطر صواريخ غزه جنوبا من الجبهه الشماليه ستهب رياح اي مواجهه قادمه في المنطقه هاجس تتقاسمه القيادتان العسكريه والسياسيه في اسرائيل. يعتبر سياسيون اسرائيليون ان تحييد صواريخ المقاومه اللبنانيه سيمهد لضرب منشات ايران النوويه مع ادراك هؤلاء ان التحرك العسكري ضد حزب الله لن يمر دون تكلفه باهظه ستدفعها اسرائيل. رغم عدم يقين اطراف الصراع بالساعه الصفر لاية حرب مقبله الا ان سيناريوهاتها الميدانيه تبدو شبه واضحه لدى الخبراء العسكريين. يعتمد هؤلاء الخبراء في تصورهم لسيناريو المواجهه المحتمله على تجارب اسرائيل الحربيه السابقه في لبنان وعلى التحالفات القائمه في المنطقه وعلى الجهوزيه العسكريه لدى اطراف النزاع. لكن لا احد بالتاكيد يستطيع ان يرسم نهايه للحرب. إن هي تفجرت. الساعة الصفر. صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل، منذرة السكان بالتوجه إلى الملاجئ والغرف الآمنة. يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالحكومة الأمنية المصغرة، ويعلن بدء الحرب على لبنان لاستئصال سلاح حزب الله. يتوقع الخبراء العسكريون أن يبدأ سلاح الجو الإسرائيلي بشن حملة جوية سريعة ومدمرة على مواقع لحزب الله وعلى بنى تحتية لبنانية حيوية وعلى مواقع الجيش اللبناني يفتح شبير مدير مشروع الشرق الأوسط للتوازن العسكري في تل أبيب يؤكد فعالية سلاح الجو الإسرائيلي سلاح الجو لديه دور أساسي في أي حرب قادمة ضد لبنان أو أي أهداف أخرى لديه قدرة عالية جدا على ضرب أهداف دقيقة للغاية الطيران الإسرائيلي لم يعد يعمل في حرب تقليدية لم يعد يعمل ضد أرتال مدرعات لم يعد يعمل ضد حشود مدفعية لم يعد هذا الأمر هو يعمل الآن ضد منصات اطلاق صاروخية ذات بصمة صغيرة يحاول العمل ضد أتقن وربما أفراد مقاومة بيديروا حرب عصابات في مناطق حضرية إربا أو مناطق سكانية وبالتالي أصبح الجهاد عليه أكبر حزب الله يعرف أن لديه ضعفا كبيرا خاصة في مجال سلاح الجو والصواريخ المضادة للطائرات وهذه لن يكون لها اي تاثير على سلاح الجو الاسرائيلي الذي لديه سيطره وتفوق كامل على سماء لبنان. حزب الله يحاول تطوير قدراته في هذا المجال. العميد الركن المتقاعد الياس حنا استاذ ماده الجغرافيا السياسيه والخبير في عقيده الجيش الاسرائيلي يتوقع مفاجات في مجال السلاح المضاد للطائرات. في فتره من الفترات بعد حرب 2006 وعد سيد حسن الصلاة بمفاجآت المفاجاه انا اقول لا, لا. اعاده الانتشار ادخال سلاح جديد هو ليس كاسرا الى التوازن الى حد ما يعني انا اقول سلاح مضاد للطائرات يطلق عن الكتف ستريلا سام 7 عمليات الانزال تتطلب طوافات والطوافات هي عادة هدف سهل حتى للار بي جي وبالتاكيد لستريلا والسام سبعة هذا امر جزء اساسي منه ولكن يبقى مهما ملكت من سلاح متقدم او غيره يبقى في طريقة الاستعمال لم ينفي حزب الله سعيه لامتلاك سلاح ارض جو وهو كان قد استخدم اسلحة مماثلة في حرب 2006 وقام بإسقاط طائرة مروحية إسرائيلية من نوع يسعور في حرب قادمة وحسب تقارير امنيه ستعمد وحده الدفاع الجوي في حزب الله الى استخدام صواريخ جديده متطوره ستشكل خطرا فعليا على سلاح الجو الاسرائيلي اس 18 هو صاروخ مضاد للطائرات لديه قدره عاليه ويمكن ان يسبب مشكله لسلاح الجو الاسرائيلي وهذا لا يعني أنه لا يوجد أسلحة مضادة له إنه سلاح محمول على الكتف داخل حقيبة ومن الصعب جدا اكتشافه إيجلا أس صاروخ روسي الصنع يبلغ مداه ستة كيلومترات لديه رأس حربي شديد الانفجار وهو مضاد لكافة الأهداف الجوية المرئية بالعين العميد الركن محمد عباس الذي خبر الميدان كقائد لواء في الجيش اللبناني وقائد لكلية الاركان يشكك بان تمتلك المقاومه صواريخ ارض جو بعيده المدى. المقاومه لن تمتلك صواريخ مضاده للطائرات اذا امتلكت صواريخ لانه ما بنعرف شو امتلكت لهلا. لن تمتلك صواريخ بعيده المدى يعني صواريخ 70 كيلومتر و100 كيلومتر. المقاومه ستمتلك صواريخ لاستهداف الطائرات على ارتفاعات منخفضه. وهذه الأسلحة سهل إخفائها وتمويه. سلاح الجو الإسرائيلي كان يحلق فوق لبنان مع فرضية وجود صاروخ إيجلا أس منذ العام 2004 إيجلا صاروخ متطور لكنه لا يمثل تهديدا لسلاح الجو بحيث لا يمكن التعامل معه هذا السلاح إلى حد كبير جدا سيكون له ميزة في أنه سيحد من عمليات الإبرار خلف الخطوط ولك تتصور أنه إذا سقط الطائرة على سبيل المثال يعني بلاك هوك إسرائيلية مثلا بتحمل 24 جندي إسرائيلي نتيجة الصاروخ مثلا إجلا إس هذا سيناريو قد يكون مطروح لك أن تتصور ماذا يعني هذا الحجم من الخسارة على الطرف الإسرائيلي ولكي تتجنب إسرائيل خسائر من هذا النوع ستعمد شبكاتها التجسسية إلى محاولة تأمين بنك من الأهداف الأمنية يتضمن أماكن تواجد الصواريخ ومخازن الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة التابعة لحزب الله عشية حرب 2006 كان لدى الجيش الإسرائيلي عدة مئات من الأهداف المحددة في لبنان نحن اليوم نتحدث عن عشرات الألوف من الأهداف وهذا يفسر تطور المعرفه الاستخباريه العميقه لمواجهه حزب الله قدره اسرائيل على اعتراض سفينه فرانكوب القادمه بشحنه اسلحه من ايران الى حزب الله، القدره على توفير معلومات للمخابرات المصريه والتي ادت الى اعتقال مجرمي حزب الله في مصر بدايه 2009 كل هذا فرض وجود أحد ما لديه قراءة أفضل لحزب الله لا أعرف من يعمل في لبنان لكن أحدا ما يعمل فعلا هناك قادر على مراقبة حزب الله وإيران ومن بينهما بشفافية أكبر اليوم حزب الله بدل كل التركيب والانتشار الديبلويمنت تبعه بدل كل عملية اتخاذ القرار بدل كل عملية الكوميونيكيشن مشان يعني هيك منشوف حركية شبكات التجسس على حزب الله لانه تعتبر اسرائيل انه اذا رادت ان تضرب حزب الله يجب ان تضرب حزب الله بالبعد التكتي المعلومات الاسرائيليه عن المقاومه معلومات ضئيلة للغاية محدودة للغاية بالرغم من كثرة شبكات التجسس لأن المقاومة أحسنت النزول تحت الأرض نشطت الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد حرب تموز في كشف شبكات الموساد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود يرى بضرورة توحد الجهود لمواجهة تغلغل هذه الشبكات ليس بالضرورة أن تكون الشبكات مترابطة قد يسعى العدو إلى حماية شبكة من خلال فصلها كليا عن شبكة أخرى الأجهزة الأمنية تعمل في كل المناطق اللبنانية دون أي استثناء وبتعاون كامل أولا مع الأهالي الذين يشعرون أن التعاون مع الأجهزة الأمنية هو لحماية البلد وطبعا مع بالتعاون ايضا مع مع المقاومه التي يعني يمكن ان تكون لديها معلومات مهمه للغايه على هذا الصعيد. وجهت ضربه قاسيه لاسرائيل من خلال الضبط على عملائها وهذا طبعا يجعلها لا ترى بشكل جيد يجعلها تفتقر الى المعلومات الدقيقه وهذا انجاز للبنان وانجاز للمقاومه وهذا جزء من الحرب المستمره. بيننا وبين اسرائيل. استكمالا لسيناريو اي حرب متوقعه من المرجح ان يدخل سلاح المدفعيه الاسرائيلي الحرب بقصف المناطق الممتده جنوب نهر الليطاني وشماله مع تمشيط البحريه الاسرائيليه للشريط الساحلي اللبناني. في المقابل تستنفر الدولة اللبنانية الجيش وكافه اجهزتها الامنيه فيما تعلن قياده المقاومه التعبئه العامه لتنفيذ خططها الدفاعيه ستبدا الوحدات الصاروخيه في حزب الله باطلاق دفعه من الصواريخ البعيده المدى ومن المتوقع ان يطال القصف الصاروخي مواقع عسكريه وبنى تحتيه اسرائيليه لم تستهدف في اي حرب سابقه ربما أضاف الصواريخ بعيدة المدى نسبيا حسب يعني ما نتحدث عنه في منطقة الشرق الأوسط وهي الصواريخ زلزال 2 وزلزال 3 منهم الصاروخ فتح 110 إنتاج سوري موجه مدى 250 كيلو متر صاروخ الفاتح 110 هو صاروخ أرض أرض وزن رأسه المتفجر نصف طن ويبلغ مداه 259 كيلومترا نسبة الخطأ في الاستهداف عشرة أمتار. حزب الله لديه إمكانية شل الحياة في شمال إسرائيل ولوقت طويل. هو يسيطر على ترسانة تصل إلى ما بين خمسين وستين ألف صاروخ مع قدرات وأبعاد أكبر مما كان عشية حرب 2006. إضافة لاحتمال وجود صواريخ الفاتح 110، وحسب تقديرات الخبراء، فإن ترسانة حزب الله تحتوي على صواريخ فجر بمدى يتراوح بين 35 و70 كيلومتراً. وعائلة صواريخ رعد بمدى يصل إلى 70 كيلومتراً، مزودة برؤوس متفجرة زنت 100 كيلوغرام. ومنظومة صواريخ زلزال بمدى يصل إلى 200 كيلومتر، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من صواريخ الكاتيوشا. اليوم على أسرع على حزب الله في تحدي أن يكون الصاروخ آمن قادر على الإطلاق وبصورة مستمرة وهذا أمر يتطلب أهم شيء لوجستي وأهم شيء أمن ثلثا البلاد ستكون عرضة لصواريخ حزب الله لن أذهب في تفاصيل ما يملكون لدينا معلومات جيدة عما يملك حزب الله وما تم نقله من سوريا إلى حزب الله الإسرائيلي يعلم تماما ان لا حل لمشكله الصواريخ. وبالتالي عندما نكون غير متكافئين عسكريا في موضوع الطيران او في الموضوع البحري لكن في النهايه موضوع الصواريخ التي تصل الى كل مكان هذا امر معروف. ترصد اسرائيل لحظه اطلاق الصواريخ من لبنان. تامر هيئه اركان سلاح الجو بتشغيل جميع المنظومات الدفاعيه المضاده للصواريخ. نظام آرو اثنان مهمته اعتراض الصواريخ البعيدة المدى كصاروخ شهاب ثلاثة الإيراني وصواريخ سكاد بي سي ودي السورية تحت هذا النظام توجد طبقة العصا السحرية ويطلق عليها أيضا اسم مقلاع ديفيد وهي مضادة للصواريخ التي يتراوح مداها بين 70 إلى 200 كيلومتر كصواريخ زلزال وفجر التي يستخدمها حزب الله الطبقة السفلى أو الأيرون دوم أو القبة الفولاذية ترصد الصواريخ القصيرة المدى كالقسام والكاتيوشا وفجر واحد وتشكل درعا للمستوطنات الجنوبية والشمالية. كلها أنظمة يتم تجهيزها وتطويرها باستمرار لكن هل هي قادرة على الدفاع بمواجهة مئات الصواريخ التي ستسقط في وقت واحد؟ الجواب لا. جيفري وايت المتخصص في القضايا الامنيه والعسكريه في معهد واشنطن يرى انه رغم الدعم الامريكي للنظام الدفاعي الاسرائيلي فان فعاليته ستبقى محدوده القبة الحديدية مصممة لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. النظام سيواجه اطلاقا كثيفا للصواريخ وسيستغرق اعداده وقتا. هناك عدة اسئلة حول فعاليته في صد عدة انواع من الصواريخ، لكنه لن يشكل ساترا فولاذيا يمنع كل الصواريخ من الاختراق. لا يوجد اي نظام دفاعي لديه هذه القدرة. ليس علينا اعتراض كل صاروخ. من إحصاءات حرب 2006 نجد أنه بين أربعة ألاف صاروخ أطلقت على إسرائيل ألف منها فقط سقطت على مناطق آهلة الباقي أي الثلاثة ألاف لا حاجة للتعامل معها أبدا أثبتت القبة الحديدية أنها فاشلة لا تستطيع أن تمنع الصواريخ خاصة عندما نتحدث عن كثافة في الصواريخ في مقابل الهجوم الصاروخي يجزم بعض الخبراء بان اسرائيل سوف تعيد تكرار ما سمي بعقيده الضاحيه التدميريه تنفيذا لتهديداتها بقصف البنى التحتيه اللبنانيه والمرافق الحكوميه بهدف اثاره الشعب اللبناني ضد المقاومه إسرائيل لن تتردد بعد الآن في ضرب أهداف لبنانية وإسرائيل أعلنت ذلك صراحة بأن الحرب القادمة ومع وجود تطابق كامل بين حزب الله والحكومة اللبنانية حيث إن حزب الله أصبح عضوا فيها لهذا فإن إسرائيل لن توفر أي هدف حكومي لبناني أو أي بنية تحتية لبنانية في الحرب القادمة تخويف اللبنانيين على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى ضرب المصالح وعلى مستوى ان تكون الحرب شامله هذا موضوع اعتقد ان من شانه ان يزيد تضامن اللبنانيين لا ان يحبط من عزيمتهم كما أن اسرائيل طورت عقيدتها باتجاه استهداف المدنيين نحن طورنا من قدراتنا العسكريه لاصابه العمق الاسرائيلي والبنيه التحتيه اكثر مما صبناها بتموز يعني المقاومه اذا استطاعت في تموز اجبار مليون مواطن على الاختباء او الهروب هي قادره في اي حرب قادمه على مضاعفه هذا العدد انا اليوم بدي اقول لهم للاسرائيليين مش اذا ضربتوا الضاحي بالنضر تل اذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت سنضرب مطار بن غوريون في تل ابيب مائير جافيدنبار الباحث الاسرائيلي في مركز ميباس والمتخصص في الشؤون الايرانيه يكاد يجزم بان التهديد بالرد سينفذ ضد تل ابيب. اعتقد في الحرب القادمه الشيخ حسن نصر الله سيلتزم بما اعلنه وسيقصف تل ابيب، اعتقد ان تل ابيب ستقصف وستكون مكلفه لاسرائيل لناحيه اهتزاز صورتها لاننا لم نتعرض في تل ابيب لهجوم منذ حرب العراق. ولكن في المقابل الانتقام سيكون قويا من قبل إسرائيل في حال كان المواطنون الإسرائيليون في المدن وفي تل أبيب تحت النار وعانوا من إصابات جراء القصف لوقت طويل على إسرائيل أن تقول حسنا كفى سوف نذهب بكل قوتنا وعلى السيد جولدستون أن يقول ما يريد علينا الدفاع عن أنفسنا والقيام بذلك لا يوجد مكان في فلسطين المحتله يوجد فيه اسرائيليون الا وهو معرض للخطر عندما تتعرض بلداننا ومناطقنا للخطر بالتوازي مع القصف الجوي الاسرائيلي والرد الصاروخي من قبل المقاومه اللبنانيه يتوقع المحللون العسكريون أن يحشد سلاح البر الإسرائيلي فرقه على امتداد الجبهة الشمالية ويتقدم بعشرات الألاف من جنود المشاة ومئات المدرعات ودبابات المركافة على ستة محاور لا بديل عنها في جنوب لبنان قسمها الإسرائيليون إلى قطاع غربي وأوسط وشرقي ومن الممكن أن يضم كل محور أربعة ألوية مدرعة العدو بأي عملية اذا بده يشن عمليه بريه هيزج قوته لانه اذا بده يستعمل فيها هو يتحدث عن خمس فرق فهو بحاجه لاربع او خمس محاور حد ادنى مع انه الفرقه تزج على اكثر من محور بس بلبنان نتيجه ضيق المحاور العدو مضطر يزج فرقه الفرقه مسترعلي بالعمق على محور واحد ومن هون بسهل على المقاومين اعتراضه يعني العمل العسكري الاسرائيلي معروف في عندك ممرات إجبارية لإسرائيل يجب أن تمر فيها وهذا أمر يعطي أفضلية لحزب الله الخط الساحلي الخط الوسط الخط البقاع البقاع الغربي هالخطوط الأساسية أنت لما بدك تفوت بدك تفوت بالدبابات يعني هذا الموضوع هو أهداف سهلة لحزب الله يعني اليوم الجغرافيا تفرض طبيعة الحرب إذا دخلت إلى مناطق محددة في لبنان يمكنك تقليل اطلاق الصواريخ دون الحاجه الى السيطره على كل منزل ومخبأ مع هذا لا يمكن ان نطمح بايقاف اطلاق الصواريخ بالكامل نحن في موقع الدفاع ولسنا في موقع الهجوم لكن لسنا في موقع الدفاع الضعيف بل في موقع الدفاع القوي والقوي جدا 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 بموازاه الاجتياح البري يرجح ان ينفذ الكوماندوس الاسرائيلي عشرات الانزالات الجويه في العمق اللبناني مع انزالات بحريه على طول الساحل يتصدى عناصر حزب الله والجيش اللبناني ومجموعات حزبيه لبنانيه لعدد من هذه الانزالات بالتحام مباشر مع الاسرائيليين وربما مع محاولات لاسر بعض الجنود قد نشاهد عمليات انزال ابرار جوي ربما شمال الليطاني قد يكون في المناطق النبطية قد يكون على مشارف الضحية الجنوبية قد يكون في وادي البقاع يمكن أن نتوقع إنزالات كوماندوس في العمق اللبناني حصل هذا عام 2006 لكنه سيحصل بشكل أكبر خاصة في بعلبك لكن غالباً وفي حال دخل الجيش الاسرائيلي الى لبنان فانه سيخرج بسرعه ولن يبقى هناك لكن السيناريو الاكثر اثاره في حرب مقبله بين اسرائيل وحزب الله هو ما سربته مصادر امنيه اسرائيليه وامريكيه عن قيام قوات خاصه من حزب الله تنفيذ هجوم مضاد مفاجئ للسيطره على مستوطنات شمال اسرائيل المحور الأول تتقدم مجموعات عبر نقطة الناقورة الحدودية إلى مسافة سبعة كيلومترات وتقوم بالاستيلاء على مدينة نهاريا. المحور الثاني مجموعات تتقدم باتجاه المنطقة الواقعة جنوب شرق الناقورة إلى مسافة 300 متر بحيث تستولي على مدينة شلومي. المحور الثالث مجموعات تتقدم جنوبا في العمق وتصل إلى شمال مدينة الكرمل. المحور الرابع مجموعات تتقدم من بلدة حول الجنوبية إلى حدود مستوطنتي يفتاح ونفتالي أنا لا أدري هل الهواجس الإسرائيلية وصلت لهذه الدرجة أم أنهم يقدمون مبرر لأشياء قادمة عقيدة القتال لدى جيش الدفاع الإسرائيلي ومنذ ما قبل عام 1948 هي شن الحرب على أراضي العدو نعلم انهم يتدربون ويبنون قواتهم في الاساس هم اصبحوا جيشا اكثر منه عصابات هذا السيناريو لا يجد له الخبراء تفسيرا واقعيا الا ان يكون هدفه تضخيم قدرات المقاومه اللبنانيه لتبرير حرب تدميريه ضد لبنان لكن ان صح السيناريو فالثابت لدى المراقبين انه سيغير وجه المنطقه على الجبهه البحريه يتوقع الخبراء العسكريون ان يكشف حزب الله عن صواريخ والغام بحريه تستهدف البوارج الاسرائيليه فيما تخوض وحدات الكوماندوس البحري الاسرائيلي شتيت 13 اشتباكات مع قوات خاصة بحرية من المقاومة. وحدة شتيت 13 هي وحدة كوماندوس مركزها في قاعدة عتليت البحرية، مهمتها تنفيذ عمليات انزال خلف خطوط العدو. الان ربما يمتلك قدر من الصواريخ الكروز المضاده للسفن ذات التوجيه الذاتي يعني حصل تطوير من الجانب الايراني في امداده بهذا النوع من الصواريخ السي 802 القوات البحرية لديها نظام دفاعي مصمم لصد الصواريخ كالتي استخدمها حزب الله عام 2006 هذا النظام هو باراك باراك هو نظام دفاعي صاروخي يحمي السفن من كل انواع التهديدات كالصواريخ والطائرات بموازاه الاشتباك البحري سيحاول سلاح المدرعات الاسرائيليه التقدم على مختلف المحاور وفقا لتكتيكات حربيه جديده يتوقعها استراتيجيون عسكريون تتولى عناصر من وحدة يشمام التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التقدم لرصد وتحديد أهداف سلاح المدفعية مع توغل لمجموعات استخباراتية عسكرية مجهزة بصواريخ للتصدي لصواريخ حزب الله المضادة للدروع يشسب ترافق هذه الوحدة الخاصة التابعة لسلاح الهندسة كاسحات الالغام لتفكيك العبوات الناسفه التي زرعتها المقاومه تفتخر الصناعه العسكريه الاسرائيليه بالنظام الدفاعي المسمى تروفي الذي تم تجهيزه على بعض المدرعات ودبابات المركافه من الجيل الرابع يشكك العسكريون بفعاليه هذا النظام في تصديه لترسانه الصواريخ المضاده للدروع والعبوات الناسفه التي ستستخدمها المقاومه اللبنانيه نظام تروفي ببساطة شديدة جدا هو بيخلق ما يسمى نصف كرة آمنة لكن ربما المدى الخاص بها حول الدبابة ربما 30 متر لديه سنسورز أو مستشعرات توضع على الميول الجانبية للمدرعات المركبة ستستطيع أن تلتقط الصاروخ القادم أو المغزوف القادم سيطلق ربما مدفعية صاروخية سواء لتدمير الهدف أو لمحاولة انحراف الهدف عن الدبابة. إلى الآن تم تجهيز عدد قليل من الدبابات لأن النظام معقد وغالي الثمن. سيستغرق الأمر وقتا طويلا لكي يتم تجهيز معظم الدبابات الإسرائيلية. أنا ما بعتقد التروفي قادرة إنه تمنع الآي إي دي يعني العبوات الناسفة إن كانت ببطن الدبابة من تحت اللي هي المنطقة الأضعف أو إن كانت على صعيد الجانب تبعها نحن نتوقع نظاما جديدا فعالا خلال السنوات القادمة أقصد نظام آيرون فيست لديه إمكانية أكبر من نظام التروفي لأنه لا يحمي فقط من الصواريخ المضادة للدروع بل أيضا من القذائف الحركية الموجهة <applause> تشكل الأسلحة الروسية الجزء الأكبر والفعال من ترسانة حزب الله المضادة للدروع يأتي في مقدمتها كورنيت إي ميتيس أم أر بي جي تسعة وعشرون وفاجوت. وهي صواريخ موجهة اختراقية كان لها دور كبير في تدمير وإعطاب عشرات دبابات المركافة في حرب 2006 <applause> الانتشار الضخم لصواريخ الكورنيت في لبنان يشكل خطرا واضحا على المدرعات الإسرائيلية إن إرسال دبابة أو اثنتين أو ثلاثة يعرضها للخطر لكن إن أرسلت سرية من مئة دبابة ربما ستصاب بعضها لكن الهدف سيتحقق السؤال المطروح الآن هل ربما حصل حزب الله على الصاروخ الجديد الاي تي 15 كريزنتيما يقال ان الطرف السوري ربما حصل على هذا الصاروخ الحديث. كريزنتيما صاروخ روسي الصنع يصل مداه الاقصى مسافه سته كيلومترات وله قدره عاليه على اختراق الدروع الحديثه حتى مسافه متر وربع المتر. من الثابت لدى الخبراء العسكريين ان دخول صاروخ كريزنتي مساحه اية حرب مقبله سيغير المعادلات الميدانيه. لكن الثابت ايضا ان اتساع بقعه المعارك في العمق اللبناني وتواصل استنزاف القوات البريه الاسرائيليه سيجعل جبهه الجولان السوريه في حاله استنفار خطير. تتقدم القوات الاسرائيليه الى سهل البقاع اللبناني، المجال الحيوي للعاصمه السوريه بهدف قطع الامداد على حزب الله. يتحول الاستنفار الى مناوشات يتبع فيها الجيش السوري تكتيكا يمزج بين حرب العصابات والجيش النظامي. من المتوقع ان تخرق المقاتلات الاسرائيليه الاجواء السوريه لضرب بنى تحتيه ومنصات الصواريخ الباليستيه. وهنا ترد الوحدات الصاروخيه السوريه بقصف المدن والساحل الاسرائيلي واستهداف السفن لشل الموانئ الاسرائيليه. <applause> حقيقة أن السوريين سيستمرون بإمداد السلاح لحزب الله، سيعرضهم إلى خطر كبير يؤدي إلى معركة دفاع جوي مع الإسرائيليين، وربما يترافق مع قصف إسرائيلي على طول الحدود السورية. إن احتمالات أن تطلق سوريا صواريخ باليستية على إسرائيل هي ضعيفة جدا. لديهم صواريخ بعيده المدى ولدينا سلاح الجو وهو قادر على ضرب اي مكان في سوريا وبدقه اكبر من الصواريخ الباليستيه. النظام في سوريا يعلم ذلك. هذه المعرفه هي قوه الردع بالنسبه لنا. الوزير المعلم قال الهجوم على لبنان هو هجوم على سوريا وسوف ندخل وسوف لن تكون المدن الاسرائيليه امنه. هذا الموضوع بيعطي مستوى من الالتزام. الجيش السوري يمتلك حسب اعتقادي وحسب المعلومات العامه المتوفره لديه صواريخ متطوره وطبعا غالبيتها ممكن ان تكون شرقيه لكن انا اعتقد انه يمتلك ترسانه خطيره ومهمه واستراتيجيه وعلى مسافات مختلفه وهي تكون ربما من عائله اسكاد. وكذلك ربما تكون من عائلة شهاب. لقد تلقوا ضربات موجعة في السنوات الاخيرة ولم يردوا. دمرنا المفاعل النووي داخل الاراضي السورية. قتلنا مسؤولا من حزب الله داخل اراضيهم. قتلنا جنرالا سوريا ايضا وسوريا لم ترد. في النهاية سوريا تفهم الامكانيات الاسرائيلية ضدها. لن يكون هناك نصف حرب بين سوريا واسرائيل، بمعنى اذا تجرات اسرائيل وتطاولت على القيام بمغامره في تهديد سوريا بعمل يعني يشكل خطر على وجودها وعلى استقلالها وعلى مصلحتها الاستراتيجيه، في اعتقادي الرد سيكون واسعا شاملا ومؤلما. مع امتداد رقعه الحرب من لبنان الى سوريا من المرجح ان تعلن ايران مساندتها لحلفائها وضع يبدو معه تدخل امريكي لصالح الحليف الاسرائيلي امرا حتميا بما يستتبع توترا بين البحريه الايرانيه والاسطول الخامس الامريكي في مياه الخليج الشريان الحيوي لاقتصاد العالم سيناريو يتوقعه المراقبون كافيا لاشتعال حرب شامله في الشرق الاوسط اعتقد ان ما يحكى عن حرب قادمه في الشرق الاوسط هو تضخيم لما يراد ايصاله فعليا مع كل السيناريوهات لا يوجد توقع بحدوث حرب في الشرق الاوسط في المستقبل المنظور تقديري ان الحرب مستبعده لن تقدم على حرب والتهويل والتهديدات قد تكون هي الحرب البديله اسرائيل تحارب لكسب الوقت من اجل البقاء لان خساره لمره واحده ستكون النهايه صحيح ان اسرائيل لا يمكنها تحمل خساره حرب نوعيه ولا حتى واحده لكن الواقع ان جيراننا يدركون انه ليس عليهم ان ينتصروا عليهم فقط الصمود وهذا كاف لاعلانهم النصر اذا قامت اسرائيل بحرب سيكون الرد قاسيا واذا لم تقم اسرائيل بحرب فليس لدى المقاومه نيه لان تفتح الحرب لا يمكن الركون الى تحليل استراتيجي منطقي لان الحرب عند اسرائيل لا تاخذ بالمنطق احيانا هناك شعور بان المنطقه اما ان تسير نحو السلام او ان تسير نحو عمليه مجابهه اخرى لماذا؟ لأن المنطقة استنفذت فيها في رأيي أنا حالة اللا حرب ولا سلم. في حالات اللا حرب ولا سلم، تنشط المناورات العسكرية. تتحول إلى ما يشبه رياضة وطنية يمارسها كل طرف لاستعراض عضلات قد يحين وقت استخدامها. لكن كل السيناريوهات التي عرضناها على ألسنة الخبراء والمراقبين تظل محض افتراض. في وقت يتمنى فيه الجميع الا تنساق المنطقه التي خبرت ويلات الحروب الى ساعه صفر جديده